السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي الكرام، أخواتي الفضلات، معكم صو صادق. رمضان الكريم، رمضان مبارك، كل عام وأنتم بألف خير. اليوم إن شاء الله راح نتحدث في هذا الفيديو عن موقع مهم من مواقع البحث العلمي، مفيد لكل الباحثين، يعني سواء كانوا طلبة ماجستير أو دكتوراه أو حتى بعد الدكتوراه، اللي هو موقع ريسيرش جيت. طبعا ريسيرش جيت دوت نت، هذا هو العنوان الرئيسي لهذا الموقع. الواجهة الرئيسية لهذا الموقع هي مثل ما واضحة أمامكم. طبعا إذا كنت لديكم حساب سابق، هنا تستطيع مجرد الدخول لوج إن أو جوين فور فري إذا لم يكن لديك حساب سابق. ريكروت ريسيرشرز إذا كنت مثلا بروفيسور في جامعة معينة وتريد توظيف يعني باحثين عندك ليعملوا في الجروب البحثي الخاص بك. هنا تلاحظ بأنه أيضا جوين فور فري نفس هذا اللينك، هنا تستطيع ربط الحساب مباشرة مع لينكدين أو ربطه مباشرة مع الفيسبوك. لنفترض انه ليس لدينا حساب سابق مثلا، نستطيع هنا مجرد انه نقرا على join for free. هنا تلاحظ بانه انت ما هو نوع ال what type of researcher are you، ما هو نوع يعني الباحث الذي انت عليه، هل انت academic or student، corporate, government, non-government organization, medical, non-researcher. اذا كنت مثلا يعني كباحث او طالب يفترض انه تذهب الى هذا المكان، وهنا طبعا راح يشترط انه يكون لديك اما بحوث منشوره سابقا او يكون لديك ايميل at something dot something dot edu، يعني يجب أن يحتوي على edu اللي هو education، اللي هو يدل على أنه إيميل تم منحه لك من قبل جامعة معينة، لأنه كل الجامعات في العالم يفترض أنه تحتوي على الامتداد dot edu اللي هو education. فلنفترض أنه مثلا لدينا هنا يعني academic or student، هنا راح يطلب عندك ما هي اسم الانستيتيوت أو الانستيتيوشن، الجامعة أو المؤسسة أو المعهد الذي أنت تنتمي له، والديبارتمنت، وبعد ذلك طبعا ممكن انه تقوم بعمل سكيب this step، الفيرست نيم، اللاست نيم، يور انستتيوشن ايميل. هنا طبعا يطلب من عندك الايميل الذي تم منحه لك من قبل المؤسسه الخاصه بك. هنا اذا قمت بادخال الايميل مثلا at utk.edu، مثلا هنا اذا قلت له مثلا مصطفى صادق، مثلا هنا abcdefg at ut UTK مثلا دوت edu، هذا UTK اللي هي University of Tennessee Knoxville، الـ edu هذا مثل ما ذكرنا هو الامتداد يعني الرسمي للجامعات العالمية. هنا مثلا تكتب ايميل معين 1 2 3 4 5 مثلا يعني، وتقول له continue، هذا يقول at least لازم تكون يعني 6 1 2 3 4 5 6 مثلا يعني، يجب ان خلي يعني هنا في التركيب معين. كتبنا على تركيب معين مثلا، هنا يقول بانه يعني يطلب من عندك يعني مثلا هذا abcdefg@utk.edu، نقول له نيفر. هنا مثلا انت مصطفى صادق، هل لديك بيبرات منشوره سابقا باسمك؟ هنا طبعا اما تقدر تقول له يس اي ام اوثر، يعني انا مؤلف، وتكتب له البيبرات الخاصه بك، يعني مثلا هذه البيبرات اللي هو انطاك اياها، يعني هنا نرجع شويه. هذه البيبر اللي هي ايدنتيكال، نون ايدنتيكال، توين الى اخره، هذه البيبر هل انت المؤلف لها؟ لانه اكو بها مؤلف اسمه مصطفى صادق. فاذا قلت له بانه انا المؤلف لهذا البيبر، كتب عليها علامه صح. بعد ذلك مثلا اذا كانت هذه البيبر الثانيه ايضا اللي هي ايضا تحتوي على مصطفى صادق، هل انت المؤلف؟ مثلا تقول this is not me، اي انه هذه البيبر مو لي. هنا ايضا مثلا مصطفى صادق موجود هنا 16 publications، هذه البيبرات يعني ايضا موجود فيها مصطفى صادق، هل انت المؤلف او لا؟ تقول له this is not me. تقدر طبعا تستطيع الاستمرار بهذا الموضوع او تقول له كونتينيو. اذا قلت له كونتينيو مثلا بعد ذلك did someone recommend you to join research gate، هل قام شخص ما بنصيحتك بالانضمام الى research gate؟ نعم، مثلا my professor, supervisor, advisor, co-worker الى اخره. مثلا تقدر تقول بانه a friend or a family. كونتينيو. هنا أنا طبعا تلاحظ بانه select discipline، ما هو اختصاصك، ما هو الامور الاخرى اللي تحب انه تضيفها. مثلا بالنسبة لنا إذا أردنا أنه نضيف كمبيوتر ساينس، في داخل الكمبيوتر ساينس ما هي الأمور التي أنت مهتم بها؟ مثلا الالجوريثمز، الارتفيشال انتليجنس، ارتفيشال نيورال نتوركس، كمبيوتر اركتكتشر إلى آخره. طبعا هذه الأمور تصير only 3 at max، يعني هنا تقدر تختار 3 فقط في البداية، طبعا بعد ذلك تستطيع إضافة المزيد. قل له continue. هنا بعد ذلك أيضا ما هي السكيلز اللي تمتلكها، هنا أيضا تستطيع يعني إضافتها أو تقول له سكيب. بعد ذلك تختار الصورة الشخصية أو تقول له يعني هم يعني سكيب هذه. بعد ذلك أوكي، الآن تم إرسال فد إيميل أو يعني رسالة إلى هذا الإيميل الخاص بك على مود تقوم بعملية الأكتيفيشن، التفعيل. طبعا هنا لأنه هذا الإيميل يعني وهمي، لأن يعني لن يقوم بإرسال فد رسالة إليه، لأنه أنا لا أمتلك الوصول إلى هذا الإيميل، لأنه لا وجود له.
بالنسبة لحضراتكم يعني إذا قمت بالتسجيل بإيميل صحيح واستلمت رسالة الاكتيفيشن، بعد ذلك يفترض أنه بعد اكتمال الاكتيفيشن ستقوم يعني سيكون هناك رابط موجود في داخل الإيميل تنقر عليه لينقلك إلى الموقع مباشرة. الآن أنا أفترض أنه أنتم قمتم بهذه الخطوة، راح أرجع أنا إلى الحساب الخاص بي اللي هو ريسيرش جيت وأقوم بتسجيل الدخول باسمي الأصلي يعني اللي هو هذا مصطفى. هنا ظهرت عندي الواجهة الرئيسية واللي هي افترض انه ايضا تظهر الواجهة الرئيسية بالنسبة لكم بعد ما تكملون عملية التسجيل اللي ذكرناها قبل قليل. هنا طبعا تلاحظ بانه هذا الهوم الكويستشنز الجوبس، يعني هذا الموقع هو بصورة عامة الهدف من عنده هو جمع الباحثين المهتمين بمجال معين من كل دول العالم في مكان واحد. هنا طبعا اذا كنت باحث معين يعني اكملت لي توك الماجستير او الدكتوراه وتبحث عن وظيفة معينة، هنا راح تلاحظ الوظائف المنشورة، مثلا هنا فول تايم بروفيسور في هذا المكان، هذا نيو جوب مثلا تقدر انه تنقر عليها وتشوف شنو تفاصيل الوظيفه المطلوبه وتقدر ايضا تقدم عليها يعني ابلاي فور ذيس جوب 28 ليفت تو ابلاي. هنا مكان معين تستطيع من خلاله التقديم لهذه الوظيفه اذا كنت مثلا هذا جوب ديسكريبشن الخاص بها، جوب ريكويرمنتس الوصف الوظيفي ومتطلبات الوظيفه، الابلكيشن دوكيومنتس الوثائق اللي لازم تقدمهن وكذلك الابلكيشن وغيرها من الامور الاخرى. فتلاحظ هنا اول مهمه او اول فائده يوفرنها هذا الموقع هو انه تستطيع من خلاله يعني كباحث علمي التقديم على فد وظائف كبروفيسور او مهندس في مكان معين. القضيه الثانيه ايضا اللي هي الكويستشنز، هنا تستطيع من خلال الذهاب لها تستطيع طرح اسئلتك على موضوع معين او متابعه الاسئله الاخرى اللي لها علاقه بمجال اهتمامك، يعني مثلا هنا تقدر تروح على ريسنت كويستشنز ان يور فيلد الاسئله الحديثه في مجال اهتمامك. طبعا مجال اهتمامك منين نضيفه مثل ما ذكرنا يعني اما نضيفه اثناء التسجيل او هنا تروح مثلا مباشره الى الحساب الشخصي وهنا الاوفر فيو الكونتريبيوشنز الانفورميشن، هنا يعني تقدر تضيف اي شيء يتعلق بك. هنا الاوفر فيو هو مقدمه عنك، يعني تقدر هنا مجرد انه تنقى عليها وتقوم بتعديلها اضافه اي شيء اذا كنت يعني تريد ترغب بهذا الشيء مثلا. السكيلز او الاكسبرتيز الامور دي خاصه بك، هنا طبعا راح تظهر لك الاحصائيات كم عدد الناس اللي قرأوا البحوث الخاصه بك، كم عدد الناس اللي قاموا بعمل سايتيشن لها، ما هي الريسيرش ايتمز اللي سبق انه نشرتها سواء كانت هي بيبرز او بوسترز او بروجكتس او ريبورتس الى اخره. هذه طبعا الامور الاخرى اللي انت ناشرها مثلا. هنا يعني كل الامور الخاصه بك بالصفحه الرئيسيه. هنا الكونتريبيوشنز تختص فقط في نشر الامور اللي انت نشرتها. انا حاليا انا مثلا عندي 14 ايتم اللي هن 3 ارتكلز 1 بوك 4 داتا مثلا او 4 تكنيكال ريبورتس الى اخره من الامور الاخرى. وهذه ايضا يعني كلها راح تكون موجوده في صفحتك الرئيسيه. الانفورميشن اللي هي معلوماتك الخاصه، هنا تقدر مثل ما ذكرنا تقدر تعدل السكيلز والاكسبرتيز يعني المهارات والخبرات، التوبكس المواضيع اللي انت مهتم بها، ايضا الريسيرش اكسبيرينس اللي هو الخبره البحثيه يعني اي المؤسسات اللي اشتغلت بها ولاي فتره، الكونتاكت انفورميشن وغيرها من الامور الاخرى. كل هذه الامور ايضا تقدر يعني تتعدل عليها. الامر الاهم ايضا انه شلون تقدر تضيف الامور البحثيه مثلا اد نيو عندك مثلا بيبر ببلشت ريسيرش بري برنت هذه بيبر تم الموافقه عليها ولم تنشر لحد الان مثلا، كونفرنس بيبر يعني بيبر خاصه ب كونفرنس او مؤتمر، برزنتيشن بوستر داتا اذرز بروجكتس الى اخره، كل هذه الامور تقدر انه وليكن مثلا يعني كونفرنس بيبر عندما تذهب الى هذا المكان راح يطلب من عندك انه تضيف مثلا نسخه بي دي اف من هذا هذه البيبر او تقوم يعني بوبليك يعني عامه اي واحد يقدر ينزلها او تقوم باضافه نسخه بي دي اف خاصه بك فقط او تستطيع يعني عمل سكيب لهذا الشيء اذا لم تمتلك حقوق يعني الوصول الى هذه البيبر. بعد ذلك تقوم يعني بتحديد نوعها ما هي، هل هي كونفرنس بيبر او شيء ثاني، العنوان الخاص بها، الباحثين او المؤلفين لهذه البيبر، تاريخ نشرها ودي او اي الخاص بها اللي هو الدوكيومنت Object Identifier أو something like that، وتكمل يعني تقوم بنشر البيبر الخاصة بك لكي تكون متاحة لكل الباحثين من حول العالم يعني المهتمين بهذا المجال. أيضا مثل ما ذكرنا يعني بعد ذلك تستطيع عمل متابعة للباحثين يعني هنا تظهر عندك المقترحات Who to follow يعني من هم الباحثين الذين تقوم بمتابعتهم. طبعا تستطيع أنه تنقل على أي واحد من هؤلاء الباحثين وتنظر إلى المهارات اللي هي الخاصة به، ريسيرش ايتمز ايضا تستطيع الذهاب الى الكونتريبيوشنز الخاصه بهؤلاء الباحثين، معرفه الامور اللي نشروها سابقا مثلا، وتلاحظ انه اذا كان بينكم يعني اهتمامات مشتركه مثلا تستطيع
يعني المتابعه لهذا الباحث، مجرد انه تنقر على فولو ستبدا بمتابعه هذا الباحث، بحيث انه اي شيء يقوم بنشره على البروفايل الخاص به سياتي مباشره هنا الى الواجهه الرئيسيه. تلاحظ انه هذا الموقع يعني بمرور الوقت راح تنجبر انه يوميا تفتح هذا الموقع وتلاحظ انه ما هي اخر البيبرات واخر المستجدات التي قام الناس اللي انت تقوم بمتابعتهم بنشرها حديثا. وطبعا هنا أنا اسم الباحث، هذه البيبر اللي تم نشرها حديثا، مجرد انه تنقر عليها يعطيك الديسكربشن. هنا أنا ريكوست ا فايل، هنا بمعنى انه البيبر الحقيقيه هي اصلا غير موجوده، ولكنه تستطيع انه تقوم بطلبها، تقوم بارسال هذه الرساله اللي هو يقوم بكتابتها لك بشكل اوتوماتيكي الموقع، وتقوم بارسالها الى المؤلف لكي تطلب نسخه من هذه البيبر. وهذا طبعا شيء يعني رسمي، يعني طبيعيا المؤلفين حتى لم يكونوا قد نشروا البيبرات بشكل بوبليك يعني علني للكل، الا انه يستطيعون الاستجابه الى طلباتك وارسال هذه البيبرات اليك. يعني الكثير من الامور بهذا الموقع اللي حبيت انه اشير له، انه هذا الموقع مفيد لكل الباحثين، يوفر لك قابليه السؤال والجواب، يوفر لك قابليه نشر البحوث الخاصه بك، وايضا بمعنى زياده يعني نشرها وايصالها الى المهتمين. تقدر ايضا من خلاله تحصل على جوبس، او يعني تشوف الوظائف المعلنه في مجال معين، طبعا اذا ابديت اهتمامك بهذا الموضوع، والكثير من الامور الاخرى. هنا أنا بعد مده من الزمن يعني راح تلاحظ بانه الستاتستكس، هنا الاحصائيات الزيارات، ويعني كم الذين قاموا بزياره يعني المنشورات الخاصه بك في كل اسبوع، الريكومنديشنز سايتيشنز وغيرها من الامور الاخرى، هذه ايضا يعني يعطيك اياها. تشوف انه اكو ايضا ما يسمى بالسكورز، اللي هي ريسيرش جيت سكورز، هذه السكورز هي تحدد لك ما هي يعني ترتيبك الخاص. يعني هنا مثلا عندي 6.05 اللي هو يقول لي بانه هذا السكور اعلى من 30% من الباحثين اللي هم الممبرز بالريسيرش جيت. هذه تتقسم الى 26% منشورات، 22% اسئله، 50% اجوبه، و 23% من الفولورز. يعني كل ما زاد عدد الفولورز كل ما زادت النسبه المعطاه لهذا المقدار يعني مثلا. ايضا اخيرا الريسيرش انترست، الاهتمامات البحثيه، واللي هي كل البيبرات اللي انت سابقا مثلا سويت لها ريكومنديشن، يعني نصحت الاخرين بها او قمت بقراءتها او زيارتها او غيرها من الامور الاخرى، هذه كلها راح تكون هنا موجوده. اسئلتك، اجوبتك، الاسئله الاخرين اللي انت قمت بالاجابه عليها، كل هذه الامور اذا راح تلقاها هنا موجوده بالريسيرش انترست. فتلاحظ انه موقع متكامل بالنسبه للباحثين، ومهم جدا انه يتم متابعته وزيارته بشكل يومي بالنسبه للاخوه والاخوات الباحثين، سواء كانوا طلبه ماجستير او دكتوراه او حتى بعد التخرج. أتمنى أن يكون هذا الشيء مفيد للجميع، وانتظرونا في فيديوهات قادمة. شكرا جزيلا ومع السلامة.